والله قبل كل شيء نتقدم بالأحر تعازي لأهالي الضحايا، معناها ضحية الحادثة الأليمة اللي متمثلة في انهيار جزء من السور الخارجي للمدينة العتيقة، وما عبارة على حظيرة عملة تتكون من 5 أفراد قاعدين يقوموا بالترميم السور، لأنه وقع انهيار نجمع عليه عدد 3 ضحايا وزوز جرح. ثم جريح يقولوا هما 6 و7، هو في الحقيقة مش في علاقة مباشرة بالانهيار، لأنه هو كان في مهمة أخرى وخلط معناه في حالة فزع، تم نقله للمستشفى وغادر معناه في صحة جيدة. كذلك 1 6 و7 يقولوا كونه ذا كذلك معناها تعرض لحالة فزع، تم نقله زاد المستشفى معناه في حالة جيدة. يعني اللي في علاقة مباشرة بالانهيار هما 3 ضحايا الله يرحمهم وزوز جرحى نتمنوا لهم الشفاء العاجل. طبيت مش يختير برشا، لأنه هو انهيار ثم كسور ثم حالات معناها جروح معناها متفاوتة معناها ورذوذ في كامل البدن، وإن شاء الله نتمنوا لهم الشفاء العاجل. أكيد كونه محيط السور مش يتم معناها فهمتني ولا غلقه باش ما يستعملوش المرة ولا المتساكنين كما قلنا بتاع المدينة العتيقة، في انتظار مش نعملوا وقت التثبيت بتاع الجدران المهدئة بالسقوط. ما نعرفوش شكون مش يتعهد بالعملية من البلدية أو الصيانة ولا كذا، وإنما نحن مش نأكدوا على ضرورة معناها تثبيت السور من داخل ومن برا باش ما معناها ما تقعش عملية انهيار ثانية. الحادثة أليمة تمثلت في سقوط جزء من سور مدينة القيروان العتيقة أثناء الترميم، معنى الكمبليكاسيون النتائج كانت 3 وفيات الله يرحمهم ترحموا عليهم ومساكن وهوش على ربي قامهم الجنة، و3 جرحى، 2 جرحى بسيطة والجرح الثالث وعنده فراكتير أونيفو دو لا جامب. الأعمار بالنسبة للوفيات، بالنسبة للوفيات الأول من عام 1976، الثاني من عام 1956، والثالث عمره 50 سنة. أما الجرحى تقريبا بني عام نفس اللقب، 1960 الأول، 1975 الثاني، والثالث 1982. الوضعين تاع الجرحى معناه قلت لك جرحى معنا زوز جرحى جروح بسيطة ما تطلبش معنا هوسبيتاليزاسيون. الثالث الجريحة الثالثة وعنده كسور على مستوى الرجل وكذلك عنده تروماتيزم كراني ضرب على راسه، فهمت؟ دونك معنا ثم امكانيه كبيره داك الثالث باش تقع ايواءه بالمستشفى لغار. يعني احنا 5 نبنوا غاديكا و4 لنا اللي طاح عليهم الحيط، هم زوز بنيه ومعهم زوز خدام 4 مات و3 وواحد زول نعش، فهمت؟ احنا 5 غاديكا بعد عليهم بريسك شو ناي، احنا رموا مولوت الترميم نبدوه مولوت ونحنا طالعين، فهمتني؟ وطاح واحد الحيط، كان كهرباء جت غاديكا وبعد كي طاح الحيط هي بعدت عليه هرب، فهمتني؟ تو الموتى 3 ومحلي واحد زول اللي نعيش ونحن 5 3 من العمل هذا. محسن وعادل وواحد اسمه علي رجل كبير في السن، وواحد معنا جونيز صغير اسمه علي. فجعة حادثة مؤلمة، مؤلمة جدا جدا الحقيقة. أول حاجة نحب نترحم بكل ألم على 3 اللي توفيوا، 3 خدامة مشاو ضحية متاع عدم اهتمام، متاع إهمال لسور المدينة لولاية كاملة. إهمال أنا نعتبره إهمال ممنهج، تاريخ وليس تاريخ القيروان فقط، هو تاريخ الجمهورية التونسية الكل اللي قاعد مهمل. فماش كاكم تراو في التصاور معناه، وهاكم تراو في الشيء، ورانا لا فما لا سيكوريتي لا معناها خبراء في المجال هذا قاعدين يخدموا خدمة قاعدة تخدم بعلي. حتى المواطنين معناها اللي باساجي اللي تعديوا قاعدين يلاحظوا في الشيء هذايا، الموضوع هذايا مهمل عنده سنوات. اليوم حتى كي تفرجوا معناها الشيء اللي طاح تشوفوا كيفاش معناها من فوق ملفق تلفيق، مش خدمة معناها متاع سور متاع ناس تحترم الولاية هذية. الموضوع هذا محل تقارير منذ سنوات، محل تدخل أنا شخصيا دخلت فيه في مجلس نواب الشعب، موجودة الكلمة مسجلة في الميكرو للسيدة وزيرة الثقافة، وقلت لها حرفيا السور راه قاعد يتفترش بشوية وبش يطيح بكله، وينكم انتوما؟ وينو المعهد الوطني للتراث؟ وينو تحملوا مسؤولياتكم؟ ما فما حتى جواب، فما حتى تواصل في الإطار ذا. اليوم شنو النتيجة النهائية؟ أنه يتوفيوا 3 من الناس الله يرحمهم وينعمهم، هو قضاء وقدر، ولكن احنا كي ما نفروش اساليب الحمايه وما نتحملوش مسؤولياتنا، فالمسؤوليه تتحملها كل من له سلطه الاشراف على الموضوع هذايا، ولا بد من المحاسبه، لان الروح البشريه
تسوى الدنيا الكل عنا نحن، وما نسلموش في حق بلادنا وما نسلموش في حق القروان. هذا به مقاولة خذيته عن طريق النظام المعروف نتاع الصفقات العمومية وعلى آلية تشونيب صغير، بقينا هذه معلم تاريخي معناها موش حيط عادي. حب نعرف هنا التو، نحب نفتح بحث كيفاش صارت، فماش حد يمثل المعهد يراقب هذا اللي حشي بيه تو باش نعلمه. حبش نقول خاطر ماذا بيا ما نقولش حاجه الا ما نبدا متحقه منها. انا نحب نترحم على الضحايا هذوما اللي غذوني، الله يرحمهم وينعمهم، الله يصبر اهلهم، ان شاء الله الشفاء الاثنين اللي قعدوا. راهي الارواح البشريه اغلى من كل شيء، حجره من التراث ما تسويش بالنسبه لي انا. روح بشريه، الروح البشريه هي قبل كل شيء. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.